هواية منهم هسه حاليا يستخدمون صارت حملة من وزارة الصحة على قدر الظروف لمراقبة الاجتماعية. سجل المؤثرات العقلية، يدخلون على السيستم مال المداخر، دخلوا على السيستم يقول لك تعال انت شقد ماخذ من هاي المادة، المن منطيها ليا صيدليات، ويروحون للصيدلية يشوفوا بايعة لو لا، بايعة بشكل وين وصفات لو الراشد؟ لا. لازم وصفة تحفظ اعتقد هو التجديد على قانون مثل ما معمول بكل الدول. القانون اللي يريدون يشددون به نتيجة يعني هذه التقارير اللي نقراها بالسوشيال ميديا واكتظاظ السجون بالمتعاطين، هو هذا السبب الرئيسي لانه عدد المتعاطين هائل جدا، يعني موجودين كل شوي نشوف صورهم على السوشيال ميديا عدد هائل، فهاي لازم تنظم له قانون خو ما تظل تعتقلهم. للعلم بس نعطيك معلومة، 11,000 موجود مسجون تاجر ليس متعاطي، تاجر 11,000 متاجر كل شوي 11,000 هاي 11,000 تاجر لعد عدد هذا المتعاطين رقم 100% انتج المتعاطين لعد متعاطين هاي، فاذا 11,000 هذا كل واحد ما اعرف هذا فقط من الذين يتاجرون وحائزين وهذه مو متعاطي. هل من اضافه؟ لا بالعكس.